صباح الخير. ضغط، سكري، مرض بالقلب وغيرها من الأمراض يلي عم بتزيد نسبتها عند اللبنانيين، خصوصا بظل الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة. وزيارة الطبيب دايما مؤجلة، إما لتكلفة الزيارة أو حتى للخوف من الطبيب نفسه. جولة بشوارع بيروت رح نعرف من خلالها رأي الناس حول هالموضوع. حكيم الأعصاب أكيد، والجنون هذا اللي بسرسب. شو اللي بسرسب غيره دخلي؟ حكيم السنين. هيدي الوز وما بعرف شو كذا، هيدي مرعبة. يعني أنا بنط من طابق الخامس بس ما بروح عند حكيم السنين، مستحيل. أنا بخاف منه خصوصا هيدي، معلش بالعربي الخربر. وبكل بساطة الموعد مع حكيم الاسنان كالموعد مع الخوف، سرسيب برفقك منذ مجرد التفكير بأنه بكرة أو بعده وقت زيارتك للطبيب. بتبقى تأجل وتأجل، ولكن لا مهرب من البعبع الوحيد اللي لازمنا منذ الطفولة. وبجولة ببيروت توجهنا إلى الناس لمعرفة مين أكثر طبيب بخافوا منه، فكانت الإجابة حكيم الاسنان. بروح لعنده بقول له إن شاء الله بكرة بيجي لعندك، هيك مقضيتها لاخر بعد كل سناني. بس يجعني درسي بقول خلص عبكرة رايحة، عبكرة رايحة، باخد حبة دواء بروق وخلص. تاني يوم بطل روح، باخد ادوية انه لحتى سكي مشان ما روح لعنده على الاخر، بس على الفينال بس بدي كون موجوعة كتير بروح لعنده. هيك شعور يعني من هو الواحد هو صغير بخاف من حكيم السنان، بضله شعور هو عكبر. في حكيم واحد بحبه هو سمير جعجع، بس رحت عند ثلاث حكمة ما فادوني ابدا، ما في الا دفعي دفعي دفعي. اللي بخوفني من الحكيم اجرته. خوف الناس وسرسابهم من زيارة الطبيب بيدفعهم إلى تحمل الوجع أينما كان، ربما يستطيعوا الهروب من الروحة عند الحكيم. ولكن بعض الناس بفضلوا معالجة نفسهم بنفسهم، لأنه بنظرهم الحكيم لا بيقدم ولا بيأخر. ما تعمل جاني شوي يسمى هذا، عملوا لي فحص دم وفحص صدر. اخي شو دخل الصدر هذا؟ قال لي عملوا لي فحوصات وعملوا حالي. يلا اخر شيء الحمد لله ما في شيء، كلها كانت معي اخذ شويه هواء وبس. بيعطيك مثلا 4-5 دواء التهاب مثلا، بيقول لك عيدي هذا الدواء، عيدي هذا الدواء، عيدي، اخر شيء بتلاقي حالك صرت التهاب كلك. بني بيوصفوا دواء يا التهاب يا بيوصفوا لك عمليه، واثنين ما بيمشي حالهم، بترجعي الوجع زيته. مثل قلت الحكيم عنا هون ما في حكيم هيك الا دغري، فحوصات ودغري تحاليل ودغري، وما اذا ما معك مصاري بتموتي عنا. لا انا بدغري عند الحكيم، ايه بطمن على حالي. انا بشتغل نجار بطون والحمد لله صار عمري 57 سنه وما رايح عند حكيم ابدا. لشو الحكم؟ اعمل لي رياضه، شو بدك بالحكمه؟ روح على الرياضه. تتعدد أسباب ألامنا وأوجاعنا والنتيجة وحدة، لا مهرب من الذهاب عند الحكيم. ولكن هناك من يعتبر أنه الأوضاع اللبنانية والظروف المحيطة هي السبب الأكبر بكثرة أمراضنا. أصعب شيء بالدنيا كلها بس يكون جايبي مفخوتة بهالوقت اللي نحن فيه، ما إلا حكيم ولا إلا طبيب ولا إلا نيرسة ولا إلا حدين. الزعماء اللي عم يعملوا لنا أمراض، أكثر شيء نفسية، أكثر شيء أمراض نفسية، الأعصاب والقلب والضغط وكل شيء. شو كل العالم مرضى يا أختي، العالم كله مرضى، ما حدا مرتاح. كل الحكماء عم بيشتغلوا، يعني مجرد ما تشوف النواب والوزراء عم بيتخانقوا بيصير معك 600,000 علة وعلة. من وراء حزب السلاح، حزب السلاح هو اللي مودينا على الحكماء وعلى المستشفيات وعلى الطوارئ. اسمع تفرح، جرب تحزن. خلال الأسبوع توجهنا لكم بسؤال، شو عملتوا بنهاية الأسبوع؟ جوالك تذكري شو عملتوا؟ الماضي ايه طلعت عسكي، واليوم كمان لازم تطلع الطقس حلو. اليوم حاطين صبحي فوق، هلا بعد شوي ناخذ اتصال. اجوبتكم بنشوفها.
من نايم كنت. شو بدي اعمل؟ يومين نايم مريض كنت. بالبيت ولعت كانون فحم وقعد والله هيك بس بعده سقع يعني لو كان صحو بس سقع. بالبيت والله. بالبيت تلج ما تلج والسقع شو بنعمل فيها؟ انا ما بقدر احكي انه معي موعد مع الحكيم من 3:30 لهكذا الساعة كنت باخذ كنت بحكي معكم. شو عملت بالويكند؟ طلعت على الجبل مشاوي ولعبنا بالتلج وقضينا بعد الظهر ونزلنا على بيروت. والله بالبيت كل النهار سبت احد بالبيت لوين بدي اروح؟ يلي عشباكك كسرتي سلمي يا بكسر الشباك يما سلمي. رحنا عمر شربل رحنا على التلج ومشينا على التلج والتلج هالعلي بالكنيسة وبرا لا شوبنا كتير شوبنا وكتير كان حلو. ولا شي بالبيت عالطفر عالطفر بالبيت لأنه هالطقس بسيئة ما بيريح كمان بالبيت مجبور كون بالبيت عندي اخت ساخنة. رحت على القهوة اشرب ارجيلي ولعبنا كاتورز وانتهت. بالويك اند قصدنا على الجبل شوي وجينا ايه على التلج. ولا شيء بالبيت والله شايف الطقس كيف هو بعرف بس بقيت بالبيت ما ظهر تلفزيون وقاعد وين بدي اروح شو عم تسجل؟ بالبيت ما فيش مصاري ما فيش سيولة بالعالم شو بدنا نعمل؟ بدها مصاري بدها تنكة بنزين اول شغلة تنكة البيبسي قديش فوق؟ 3,000-4,000 بالبيت جبنا مشاوي نقضي ب50,000 قعدنا بالبيت ما رحت مطرح بالبيت كان في تلج ما قدرنا رحنا لمطرح بالبيت حد الدفاية بالويكند بالبيت ليه؟ لأنه بهالبلد بدك كثير تقعدي بالبيت لتخفف مصروفك طبعا بدنا نعمل بالبيت أحسن لا بشرو بالبيت أريح والله ما شعب بعمل شي تعرفي شغلي هون على العربيه يعني بدها هنا احد انا اختي على السنة اكثر من هيك ما في على السنة ساعات 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 احب عمري واعشق الحكاك وساعات ساعات وساعات ساعات احب عمري وعشق الحاجات لا منغني فوق هلا عطاني لا نطلع فوق علمونا ندم الله على الماضي وجراحه واللي شفته واللي شفته قلت له شو بدي انتبه لكن عم بيعملوا لنا صوره انا بنت بي مثلا هو كانوا جيراني هو كنت قاعد انا وياهم هو لعب بس له شيء اختفى وين ظهرتي امبارح خبريني وين ظهرتي امبارح مهضومه بتقول لك وين رحنا امبارح انا احنا شو مطرح بالبيت لا ظهرنا امبارح بالبيت عند كوكو عند كوكو ايه سقع ما لايك لايك شو لابس لايك قد ما في سقع ايه لايك انا خايبه بس التعب بحدا بحب عم بصورنا كنا السبت عندنا دفن بالجبل والاحد دفن شو بدي لك بالبيت لا ما بديش اطلع على التلفزي سوري بعتذر يعني لا ما بعتذر دودو يعني بهالساعه شو بده يعمل الواحد كله دودو ودفايات ما في وكهرباء ما في ماي ما في من سؤال اليومي الى كلمه اليوم من بعد بريك وبنرجع نتابع اخبار الصباح راي على البيت والله عم بتمشى شوي لا ما شاري بس عم بتمشى ما بيشتري لا هيدي العاصفه هيدي العاصفه اجت تقريبا بسنه الستينات بقى في صور اجت على البيت بالستينات مذكرها لهالله وقفت ترين وتغطى بالثلج اي والله لا للدواليب كانوا دواليب وحديد ترين كان له من الحرش للدوره ومن فرن الشباك للمناره وتلجت ببيروت بالستينات لا لا ما عرفت بالترين الترين واقف يا ومتى انا متذكر الترين واقف ولك يا اختي كنت بالشغل ولا بتدفى ولا شيء معقول ما بلبس شيء لبس كنزه هيتي ايديك انت بردانه يعني تقريبا من سنه 60 63 63 ما متذكر تقريبا من فوق 50 سنه ما تجوزت انا لا ما بدي اتجوز لا 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 ما بدي اتجوز يعني انت انا شبهتك بتعرفي لليزا منولي ما انت حلو كنت غني انا والله من هواة الطرب القديم
يعني مثلا عبد الوهاب، ام كلثوم، كريم محمود، عبد العزيز محمود، محمد فوزي. ايوه عرفت كيف؟ هيدا انا طرز القديم، هيدا من 35 سنه لهلا ما سمع اغاني. يعني مات عبد الحليم حافظ وقفوا الثاني والله. ايه معلوم، في عندي اختي والله بتطبخ لي، بتطبخ لي وبتغسل لي منيحه. هلا كمان شو بتطبخ لي؟ بتطبخ. شو اسمك؟ اسم الله رشا. اوه رشا. لا ما حتنامي بلا عشا، يعني بعشيك وقف الزمن. وقف الزمن عندي انا، على انا ما صفيت غير شكل، عم قضي ايامي غير، يعني سبحان الله اعطيني وقت ما حدا بيعرفه. يا اخي ست كلمه اليوم، وقف الزمن عندي، وقفت الساعه كمان. باي باي، اتمنى لكم الخير.